تعال راح يحبطوا ان شاء الله في السنه القادمه. ما نقدرش نحكم لانني لا املك المعطيات، لكن حبيت اشير الى نقطه دام الدكتور كفوف في هذا الموضوع. انا اهمس همسه ان شاء الله صادقه. كاين كونسبت مهم جدا يجب ان يرافق صناعه السيارات، وهو مفهوم عالمي ما يسمى بالسبلاي تشين، سلاسل الامداد والتوريد. اليوم احنا للاسف الشديد يختصر هذا المفهوم في مفهوم النقل شيبمنت. ما لم تمتلك قاعده حقيقيه مرقمنه في الامداد والتوريد، للاسف الشديد سنحكم على اي تجربه صناعيه بالفشل. وهنا اريد ان ادلل تاريخيا. امريكا هي مات صناعه السيارات، لذلك الفورديزم وهي كلمه مستوحاه من اسم شركه فورد انبنت على لا برودكسيون دو ماس. كانوا الامريكان لما بدات صناعه السيارات لا احد يستطيع ان ينافسهم. السهل الامريكي 3 مليون كيلومتر مربع، صنع وجمع صنع وجمع. جاوا اليابانيين قال لك حتى نحن نملك من الكفاءه العلميه ما يؤهلنا ان نصنع. اليابان ارخبيل وين تخزن. فاصطلحوا، وهذا كان فتح كبير جدا في الاقتصاد في العالم في سلاسل الامداد والتوريد، ما يسمى بمفهوم التويوتيزم. صح. وجاءت به شركه تويوتا، وهو انه حطت مشكل التوريد في راس الذين يوردون. فيقول لك انا تتصنع لي بنو العجلات، تجيني يوم الثلاثاء على الساعه 11 و12 دقيقه دقاري قدام الكراج رقم 12، فبالتالي انا ما نخزنلكش العجله تاعك. لما تجي انت وتطلع الريدو تلقى خط الانتاج واصل عند مرحله تركيب البنو، تحط بنواتك وتمشي. صح. فاليوم يجب ان ننتبه الى مثل هكذا مفاهيم، وهنا مسؤوليه عظيمه لوزاره النقل ومختلف الوزارات ذات العلاقه. لا يمكن ان نمضي في اي صناعه ما لم تتوفر مفهوم جميل الامداد والتوريد على جميل جدا العلميه. والله السي مراد هذه ماهيش لمسه، ماهيش همسه، هذه في عليها خمسه ولا خمسه. ربي يبارك فيك.